كيدات في داكشي ديال مازال ما كاين لا لجنه لعبوا في هذا الشيء وتنتمنوا من سيدنا يتدخل باش يتعاود النظر في هذا الشيء اللي واقع لان راه حنا راه محيطين بعصابه بكل معنى العصابه وعاد باش الا كانت الشتاء هذيك راه كاع ما نهضروا بالنهارين ما كتكون الشمس راه ما تصيبش كاع تجلس على القيطون حيت راه مغطي بلا السير نحن بنان راه واش الدار ديالك راه جزئيا وحكموا عليا على 9 شهور انا وانا في القيطون انا وولادي علاش اللي غانا وسخ علاش انا علاش يحكموا عليا هكاك لان انا ما نفهمش مع المقدم ما كنعطيش الرشوه راه هي السلام عليكم اسمي يوسف حيتي من جماعه غيل بؤره زنزال قياده 30 يعقوب اقليم الحج جينا اليوم ان شاء الله لا المشاكل اللي عندنا تما في المنطقه المشاكل ديال زنزال المشاكل ديال البناء والمشاكل ديال الناس اللي ما مستافدينش عندنا الاغلبيه ديال الناس مازال ما مستافدينش الناس دايرين لهم غير قاطين وقاطين تما وساكنين تما بوليداتهم كنلقاهم غير قاطين ديك غير قاطين ما عرفناهاش منين جات وكاين ثاني واحد المشكل اخر ديال الهدم الكلي كتكون فيه 14 مليون كنتفاجئوا دابا كاينه 8 مليون كاينين الناس اللي عندهم الكلي ودايرين لهم 8 مليون ما عرفناش علاش خص تكون 14 مليون في الهدم الكلي والهدم الجزئي 8 مليون ماشي اللي عندنا والمشكل البني راه مازال ما عندناش في جماعه ايغيل نهائيا الدور اللي فيهم الهدم راه مازال ما كاينش شي 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 حاجه ديال البناء وكاين المشكل اخر ديال البلان جابوا لنا البلان ديال المدينه تما ديال اكادير وديال كازا وديال الرباط ما خدامش لنا في البوادي تما 70 متر كاينين الاسر ثلاثه الاسر اربعه الاسر في الدار وكل الاسره كتكون من سته الاشخاص سته الافراد سبعه الافراد كي غادير لهم 70 متر وحنا طلبنا لهم يديروا واحد لاكاب اللي كنسميوه حنا بالشلحه اكرور كنديروا فيه البهايم وفي نفس الوقت كيعطيك المساحه الفوق لان الجبل هذاك ماشي لوطه باش دير الطبله ودير 70 متر و70 متر ما كيفياش الناس تما هادو الناس اللي هادو الناس اللي ساكنين هادو الناس اللي مستافدين اما الناس اللي ما مستافدينش راه هذاك راه مشكل اخر مشكل كبير ودابا حنا مقبلين على 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 الثلج مقبلين على شتا كتعرفوا تبارك الله هذوك الجبوله كتعرفوا تبارك الله هذوك الجبوله راه كيكون الثلج بزاف بالكثافه وعندنا المشكل في الخيام الا دوزنا فيه حتى الثلج جاب الله الحمد لله العام اللي فات ما كاينش الثلج ما طاحش بزاف ولكن هذا العام ما عرفناش شنو غيوقع داك الشيء علاش كنطالبوا السلطات ان شاء الله باش يكون واحد التواصل ما بين السلطات والمجتمع المدني باش يتحل هذا المشكل هذا ان شاء الله باذن الله. دعموا داك الشيء. نعم. سمعنا بان خداو دخلوا شنو الدعم ديال هذا الشيء. شكون اللي خدا الدعم؟ الناس ديال زيدان. واحد الفئه. انا واحد منهم مازال ما استفدتش انا راه بالاسره. ومازال ما استفدينش كاينين الناس ما استفدينش راه داك الشيء بالسميات وداك الشيء كاينين الناس تما دايرين لهم غير قاطين وقاطين تما. داكشي علاش كنطالبوا ونجلسوا في طابل باش نفكوا هذا المشكل هذا ونرجعوا الناس لديورهم ان شاء الله باذن الله هذا هو المهم في هذا الشيء هذا ان شاء الله باذن الله الناس المتضررين تما شحال تقريبا ما نقدرش نعطيك الاحصاء بالضبط ولكن راه كاينين الناس بزاف كاينين الناس بزاف حيت كاينين راه ثلاثه العمالات هادو انا كنهضر بعدا غير على الجامعه الايغيل بؤره الزنزانه هذه راه كيعرفها العالم كامل فكاينين الناس ما مستافدينش كاينين الناس ما مستافدينش بالسميات ديالهم وساكنين تما ودايرين لهم غير قاطين هذا هو المشكل هذا هو الاشكال اللي كاين المطالب ديالنا هو وشوف عرفتي شنو هو المطلب ديالنا حنايا هو الناس يتبناو لهم ديورهم ويرجعوا لديورهم وترجع للحياه الطبيعيه فقط ما بغيناش حنا شي حاجه اكثر من هذا الشيء وبغينا داك الشيء اللي سمعنا من سيدنا الله ينصره داك الشيء اللي قال سيدنا الله ينصره هذا الشيء اللي بغينا فقط ما نخرباش الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان اليوم جينا على اساس الضرر اللي عندنا في المنطقة ديال إقليم تالودانت والحوز ككل أنه كاين ضرر ديال الزلزال مدة سنة هذه والناس ساكنين في القياطن دوزوا صيف وشتاء العجاج جميع أنواع تكرفيس دوزوا هاد الناس ضرب الزلزال في المنطقة يوم 8 شتنبير 2023 بعد المعاينة في المنطقة المتضررة مرارا وتكرارا استنتجنا ان هناك اهمال واقصاء بكل انواعه الى الساكنه المتضرره الذين هم في الخيام في حاله يرتى لها وفي حاله مزريه وغير انسانيه هؤلاء المتضررين من الزلزال يسكنون حاليا في الخيام منذ سنه تقريبا وهم في العلاء دون تدخل اي جهه مسؤوله على هذا الحدث كلا بعض الدور اللي فيها انا اي باش نكون واضحين انا الدور اللي فيهم انا ما كجاش لا وقايه المدنيه لا حتى شي حاجه
الساكنه هي اللي نقدات، وحتى من دوك الناس تقول الناس اللي جاوا بالاعانات اللي جاوا، الدوله ما تدخلتش نهائيا، الدوله نهائيا ما دخلت ولو بقرعه ديال الزيت لهذوك السكان اللي كانوا عندهم زلزال، الا المواطن المغاربه هما اللي هزوا روسهم بروسهم نيت. انا من الساكنه من جماعه ايميل ميس اقليم تارودانت. كما قلنا الضرر لحد الان الناس في حاله يرثى لها وما استافدوش نهائيا. والمشكل كاينين الناس اللي عندهم ضحايا ديال الزلزال، عندهم الموتى خرجوهم من تحت والديور ديالهم اللي انهيارات كليا وباقي ما استافدوش لحد الان، وكاينين الناس ما استافدوا ما عندهم ضرر نهائيا. هذا الشيء وبالاكثرهم المطالب ديالنا. السبب ما فهمناش الحكومه كيفاش دارت هذه الامور ديالها، ما فهمتش هذا الاحصاء اللي دارت، لان الاحصاء وكون تدخلوا غير الجمعيات ما غاديش يخليوا الناس ينصبوا على الدوله بالاموال ديال الدوله، لان الناس اللي استافدوا ما عندهم ضرر راه نصبوا على، لان كتلقى دار مستافدين منها ثلاثه اربعه جوج وكاين واحد من عنده الدار من هيار ككل وما استافدش، اذا راه خروقات بعينها باينه، ماشي والسلطه ما تدخلتش في هذه الامور. وكون خلاو غير الجمعيات يدخلوا في هذه الامور هذه كل الدوار الجمعيه ديالو ممكن ما غاديش يكون هذا الاستهزاء وهذا الناس. المطالب ديالنا كنطلبوا اعاده النظر في هذه الامور، وكنطلبوا سيدنا يتدخل في هذه الامور يعطي الاوامر ديالو، لان ما بقيناش كنثقوا حتى في شي واحد، لان كلهم شفاره من ا حتى زد. كنثقوا دابا في سيدنا الله الوطن الملك هو اللي كنثقوا فيه. كنطلبوا سيدنا الله يجازيه بخير يعطي التعليمات ديالو اعاده الاحصاء لهذ الناس اللي مضرين وعندهم الموتى وعندهم التكرفيس وبحد الان باقي ما استافدوش. وكتجي الوزيره اعاده التراب الوطني كتجي كتقول لك راه الناس كل شيء، وانا من المنطقه وانا عينت المنطقه، كتكذب، ما عيناتش، ما طلعتش نهائيا، ما طلعت حتى تقول لي طلعت المنطقه وما طلعتش نهائيا. وكتجي كنا كنتسناو تجاوب الناس ديال البرلمانيين على اساس الاجوبه ديالهم، وفي الاخر كنسمعوا اجوبه ديالها اللي هي مستفزه وكتكذب وكتقول لك ان حنا راه ما كنتحكموش في الطقس. هي عندها الحق ما كتحكمش في الطقس، لانه كون كانت تحكم في الطقس كون حنا راه كلشي مشينا الحمد لله، راه ما كتحكمش في الطقس، لان هذه هي الكلمه اللي قالت صحيحه، ما كنتحكموش في الطقس. وكتجي وكتقول لك راه الناس استافدوا كلشي، راه كذوب، كتكذب بزاف. ما كاينش الناس استافدوا، ماشي ما استافدوش، ولكن استافدوا. الخطاب ديال سيدنا جاء على اساس الديور اللي انهيار عندهم الكلي عندهم 140 الف درهم، والناس اللي عندهم الجزئي عندهم 80 الف درهم. هذا الشيء ما كاينش منه كاع، خذوا الناس عطاوهم واحد 20 الف درهم، وهما دابا اللي واقعين في مشكل. هاد الناس اللي استافدوا اللي واقعين في مشكل، لان خذوا 20 الف درهم وكلاوها في القيطون مده سنه دابا هذه باش غيبنيو. مازال الناس اللي باقي ما استافدوش راه باقيين كيتمناو يستافدوا، اما الناس اللي واحلين دابا اللي شدوا جوج 20 الف درهم وباقي ما استافدوش، هذا هو المشكل. اذا نطالب شكايتنا الى صاحب الجلاله الله يجازيه بخير، هو اللي عندنا فيه الامل الوحيد باش يعطي التعليمات ديالو لهاد الناس لهاد المتضررين باش يستافدوا ويتوثق الكلام ديال سيدنا، لان الكلام ديال سيدنا ما داش بالتطبيق، ما طبقش حرف، الاهمال بكل انواعه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.